اليوم بغيت نقدم لكم هذا الروبو هذا اللي يعني اللي صايبت. هذا الروبو هذا كيمكننا اننا نصايبوا كاع الاكل الشعبيه المغربيه بطريقه اوتوماتيكيه، يعني بالنسبه للناس يعني اللي ما عندهمش الوقت باش يطيبوا اولا يعني 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 يسهل عليهم الطياب، بحال مثلا الحاله ديالي انا يعني ما كيكونش عندي الوقت على حساب الخدمه ديالي، فيعني هذا الروبو كيمكنك انك تاكل يعني ماكله ديال الدار اكل شعبيه يعني ديال الدار يعني بلا ما تصايبهم انت، يعني الروبو كيتكلف يعني يكفي انك تعطي يعني تعطي الوصفه اللي بغيتيها ولا مثلا وهو كيتكلف يصايبها بطريقه اوتوماتيكيه. كما قلت لك الفكره جاتني انني يعني داكشي اللي كنديرو بيدي يعني ملي كنبغي نطيب داك الطياب اللي كنديرو بيدي، قلت علاش ما نصايبش شي اله شي روبو اللي كيصايب هاد الشيء نيت يعني بطريقه اوتوماتيكيه، ما بقاش انا اللي نصايب، انا انفو نحط البروغرام ديالي وتصايب لي الماكله بطريقه اوتوماتيكيه. هاد الروبو هذا فيه لابارتي بنوماتيك اللي هما هاد لي فيران هادو، يعني سواء اللي كيطلعوا الغطاء ديال الكامله ديالنا ولا كيسدوا، فيه لي فيران اللي كيخويو لينا المقادير في الكامله ديالنا، فيه الفيران يعني اللي كيهبط لينا الميكسور، فيه لابارتي اوتوماتيك اللي هي الاوتومات اللي كيجري لنا هادشي كامل، فيه لابارتي ميكانيك اللي هو هاد الشاريو هذا اللي كيديبلاصا، هاد الشاريو يعني كيديبلاصا سواء اكور سواء دروا على حساب البوزيسيون اللي بغينا ياخذ، سواء ياخذ المقادير سواء ياخذ الماء، سواء فيه دي بومب ايميرجي ديال الماء، فيه بومب ديال الزيت اللي كتعطينا الزيت، وفيه ديكابتور دو بوزيسيون اللي كيعطيو لينا البوزيسيون ديال الكامله ديالنا. بالنسبه لهذا الروبو هذا اغلب الحوايج اللي يعني اللي تصايب بهم درت لهم غير روسيكلاج، يعني حوايج قدام ديجا كانوا في دي ماشين ديجا كانوا يعني مليوحين، خديناهم درنا لهم روسيكلاج وخدمنا بهم هذا البروتوتيب ديال الروبو. يعني ملي كتشوفوا هكا فهذا غير روسيكلاج ديال حوايج اخرين. اييه هذا النموذج الاولي ديال هذا الروبو، هذه لافاز الاولى ديال هذا الروبو. غتجي لافاز كما كتشوف حتى من لي كاش، راه تعمدت انني ما نديرش لي كاش باش يبان السيستيم يبان الميكانيزم. غتجي لافاز الثانيه ان شاء الله غنديروا لي كاش ديالو وغنديروا السيستيم ديال لا سوبرفيزيون، غنليوه بالتليفون وغنديروا ابليكاسيون خاصه في التليفون. ديك لابليكاسيون يعني اون فوا تدخل غتعطيك السيستيم كامل، ها شنو فيه، ها شنو عندك، ها شنو خاصك، وتكوموندي غير من تما، يعني على حسب شنو بغيتي تكوموندي غير من تما، يعني وتسوبرفيزي ا ديستونس، تقدر تكون في الخدمه ديالك وتكوموندي الماكله اللي بغيتي. يعني ملي طيب ديك الماكله يصيفط لك ميساج يقول لك مثلا صافي طابت الماكله وجدات، غنليوه مع الثلاجه، غنليوه غنديروا الثلاجه يعني حتى هي غنديروا فيها سيستيم ديال اللي ديال الكومونيكاسيون مع هذا الروبو، غياخذ لينا لي برودوي اللي بغينا، اللحم الخضره داكشي غيكون ستوكي في الثلاجه. علاش؟ باش ما يخسرش لينا. ومن تما غناخذوهم، يعني غيكون واحد السيركوي كبير من الثلاجه للروبو ملي يطيب داكشي يتحط. من هنا لقدام ان شاء الله غنزيد روبو اخر اللي كيريكيبيري لنا ديك الوصفه، مثلا كيجي كياخذ مثلا ديك الكامله اللي طابت ولا المقله ولا اي حاجه طابت، كيمشي كيريكيبيريها كياخذها وكيحطها في الطبله، يعني كتجي تلقاها واجده ان شاء الله. هذا هو البروجي. دابا راه فيه خمسه الوصفات، دابا حتى انا راه فيه خمسه الوصفات، ما كيكونش عندي الوقت بزاف باش نزيد كاع الوصفات، يعني مع الخدمه ديالي مع لي شارج، يعني كل مره كنخدم فيه غير شويه، ولكن ان شاء الله من هنا لقدام غنكمل كاع الوصفات كلهم وغنكملهم ان شاء الله. وكما قلت لك غنقادو غنردو بروفيسيونيل ان شاء الله، وديك الساعه غيبان بصوره اخرى. انا كيبان لي بلي هو الاول، يعني مازال حيت علاش هو الاول؟ حيت ما الاكله الشعبيه المغربيه راه مازال ما كاينش شي واحد اللي صايبها يعني على هذه الطريقه. نقدروا نقولوا مثلا كاين شي روبو شي برا كتصايب لنا شي حاجه، يعني على برا كتصايب لنا شي بيتزا ولا شي حاجه، هذيك كيبقى روبو يعني ستوندار، ولكن بهذه الطريقه هذه راه مازال ما كاينش شي واحد اللي خدموا بهذه الطريقه. يعني هذه الطريقه ما تكونش مكلفه، علاش كنقول لك هذه الطريقه ما غتكونش مكلفه باش تشري، يعني باش تاخذ روبو كبير، يعني روبو كبير ديك البرا كبيره هي اللي غتقام يعني بواحد الثمن اللي غالي بزاف، ويعني خاص تادابطيها على الاكل الشعبيه. يعني هذا كي ماشي مكلف بزاف وفي نفس الوقت افيكاس. انا هذا الروبو هذا يعني كما قلت لك هذا الشيء عندي انا راه غير كهوايه، انا هذا الشيء كنديرو كهوايه، يعني ماشي بغيت انه يكون عندي ربح مادي. انا الدومين ديالي هو الروبوتيك، يعني كنبغي هذا الشيء ديال الروبوتيك،
واي حاجه انا عندي في الدار كنبغي نردها اوتوماتيك، اي حاجه كما كان النوع ديالها كنبغي نردها اوتوماتيك، يعني نشوف شي حاجه مثلا كدار نبغي نردها اوتوماتيك، سوتريت يعني بحال كتسوتريتي كلشي، ما كتبقاش يعني دير يعني وكيعجبني الحال ملي كيكون عندي كلشي كلشي اوتوماتيك واش كيخدم بلا يعني كيكلفك يعني بلا ما يكلفك العناء ديال انك دير دوك الحوايج. وان شاء الله ان شاء الله من هنا قدام ان شاء الله غنرد يعني الحوايج اللي كيديروا في الدار ان شاء الله نردهم كلهم اوتوماتيك ان شاء الله. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.